الله الرحمن الرحيم. نكمل في شرح مواضيع الفاينل لمادة المساحة. معكم مجاهد يوسف من فريق السيفل تيم. نبدأ في طريقة الضلال، هي الطريقة الثانية من طرق المساحة التايكومترية. طريقة الضلال ما بتختلف كثير عن طريقة شعيرات الاستاديا، ولكن بتختلف يعني مواضيع بسيطة. نفس الأشياء راح أجيبها، راح أجد مسافة وراح أجد مناسيب. هنا عندي دائما المسطرة رأسية، فهو سهل علي انه دائما المسطرة رأسية التثبيت. اللي بيختلف عندي الزوايا، هنا اما بكون زاوية واحدة او زاويتين، او يعني هنا زاوية واحدة رأسية او زاويتين رأسيات، او زاوية ارتفاع وزاوية انخفاض. هنا باجي باخذ ايش؟ باجي باخذ دائما قراءتين رأسية متوسطتين. عندي قراءتين وسطى، هاي قراءة وسطى وهاي قراءة وسطى، تمام؟ عندي قراءة وسطى هان وقراءة وسطى هان. هذا الأول هي مع أفقية الجهاز، وهاي الثانية مرتفعة، فهاي هي زاوية رأسية واحدة، هاي مع أفقية الجهاز، سواء كانت ارتفاع أو انخفاض، يعني بإمكان يكون كالتالي نفس الإشي، يكون واحدة هيك والثانية مع أفقية الجهاز، فزاوية واحدة هي زاوية واحدة. أس هي عبارة عن الفرق بين القراءة قراءة الشعيرة الوسطى الأولى ناقص قراءة الشعيرة الوسطى الثانية، تمام؟ اتش واحد هي من الشعيرة الأولى إلى الشعيرة الثانية، من الشعيرة الأولى إلى بي نقطة المسطرة، والشعيرة واتش اثنين هي المسافة من قراءة الشعيرة الثانية إلى المسطرة إلى نقطة المسطرة، تمام؟ دي اي بي هي القانون تبعها، والار ال بي القانون الخاص بها. طيب نيجي نحل سؤال سريع لهذا الموضوع. نيجي نحل السؤال. السؤال هاي السؤال، السؤال معطيني هيك وقال لي اوجد لي دي اي بي تمام، هو معطيني هنا ار ال بي تساوي 1.75.913. طيب بداية نفس البروسيجر الحل اللي راح امشي فيه. اس تساوي قراءة الوسطى الأولى ناقص القراءة الوسطى الثانية، 3.176 ناقص 0.536 راح يطلع عندي تساوي 2.64 متر. طيب بعدين بوجد انتهيت من اتش، باجي بحدد اتش واحد تساوي 0.536، اتش 2 تساوي 3.176، هي القراءة من هان لهان هاي اتش 2 هاي اتش 1 تمام. هسه دي تساوي على القانون بقول لي اس على تان الثيتا، واس عندي 2.64 على تان الثيتا، تان الزاوية هي 4، والجواب عندي 3.75 متر. ار ال بي تساوي ار ال اي زائد اي ناقص ايش؟ هاي صورة هان ناقص اتش اثنين، وتساوي هاي معطى معي في السؤال 1.75.913، وهاي مطلوبة زائد 1.6 ناقص اتش اثنين 3.176، ار ال اي تساوي 1.77.489 متر. هاي وجدنا هذا السؤال، هذا السؤال يعني بداية حل، وهو غالبا ما راح يجي هذا السؤال عشان سؤال بسيط جدا. هذا بيجي بدون رسمة وبكون عليه علامتين، بيعطيني كل المعطيات وبطلب مني مثلا ار ال اي، تمام. نيجي للموضوع الثاني. الموضوع الثاني هو بكون عندي زاويتين رأسيتين. نيجي نشوف كيف زاويتين رأسيتين. هاي زاويتين رأسيتين كلاهما ارتفاع، زاوية ارتفاع زاوية ارتفاع. إذا عندي زاويتين، الزاوية دائما بتبدأ عندي، الزاوية دائما راح تبدأ عندي من خط النظر، أفقية خط النظر، هاي خط نظر أفقي، هاي خط النظر الأفقي، فالزاوية راح تبدأ من هان. هاي الزاوية الأولى لقراءة الشعيرة الأولى، هاي الشعيرة الوسطى الأولى، هاي الشعيرة الوسطى الثانية. إذا الزاوية من أفقية لقراءة الشعيرة الأولى هاي ثيتا، هاي من هان لهان الزاوية الثانية، تمام. اتش واحد هي من الشعيرة قراءة الشعيرة الوسطى الأولى ل بي، هاي من قراءة الشعيرة الوسطى الأولى الثانية إلى بي. في واحد هي من الشعيرة الوسطى الأولى
إلى خط النظر الأفقي، V2 من قراءة الشعيرة الوسطى الثانية إلى الخط الأفقي. دي هي المسافة الأفقية بينهم، ما في عندي أي مشكلة في هاي المواضيع. طيب هاي الزاوية الرأسيتين، نيجي نشوف زاويتان انخفاض. هاي زاويتين انخفاض، هاي الخط الأفقي صح؟ هاي الأولى بتميل عنه بهذا بمقدار هاي الزاوية، والثانية بيميل عنه بمقدار هاي الزاوية. طيب هاي الشعيرة السفلى، قراءة الشعيرة الوسطى الأصغر، آسف، هاي قراءة الشعيرة الوسطى الأكبر. إذا من هال لهان في 2 دائما، الأكبر مع 2 في 2 و اتش 2 مع دائما. طيب وهي من هان لهان في 1، موضوع بسيط نفس موضوع شعيرات الاستاذية. انت فهمت فكرة شعيرات الاستاذية، فهذا الموضوع بالنسبة لك بسيط جدا. فهو تكرار موضوع شعيرات الاستاذية، حكينا اتش من الشعيرة للنقطة، اتش من الشعيرة للنقطة، في من الشعيرة لخط النظر، في من الشعيرة لخط النظر. تمام، نيجي نشوف القوانين. اس تساوي اتش 2 ناقص اتش 1، دي تساوي هاي زاوية ارتفاع مع ارتفاع، دي تساوي اس على تان ثيتا الكبرى الزاوية الكبرى ناقص تان الزاوية الصغرى، في 1 تساوي دي في تان الزاوية الصغرى، في 2 دي في تان الزاوية الكبرى، ار ال بي عن طريق قانونين. هاي بالنسبة لزاوية ارتفاع. زاوية انخفاض نفس القوانين، بس راح تختلف عندي في ايش؟ في الار ال بي فقط. نيجي نشوف سؤال. السؤال بيقول لي الجهاز على النقطة A، بيقول لي الجهاز على النقطة A و I إلها تساوي 1.45، 5.4، 45 آسف. المسطرة على النقطة B ذات المنسوب، إذا R L B تساوي 1.25.932 متر. كانت القراءة الوسطى الأولى هاي H 1 تساوي 1 متر على الزاوية، إذا هاي موجب 9.35، وكانت القراءة الوسطى الثانية H 2 متر وكانت بزاوية 11.45 دقيقة 10 ثواني. احسب المسافة الأفقية بين AB ومنسوب النقطة A. بداية حكينا عبر سجر الحل اللي معنا دائما، أوجد S، S تساوي H2 ناقص H1 ومنه 3.5 ناقص 1 ويساوي 2.5 متر. من هاي أول إشي أوجدنا S، وإحنا حددنا H1 و H2. باجي بحكي أوجد V1 و V2. V1 تساوي D في تان، حكينا 1 مع الأصغر دائما، D في تان الأكبر دائما. طيب D مش معي، إذا بس ها بكتب في هاي، هيك بروسيجر حلي كامل، هذول فقط لا غير. S H1 H2 بدي أطلع أجيب دي، دي تساوي S على تان الزاوية الأكبر ناقص تان الزاوية الأصغر، أكبر أصغر، وتساوي 2.5 على تان الزاوية الأكبر قديش؟ 11.45 سكر قوس ناقص تان 9.15 30. حولها، بتقدر تحول هاي الزوايا عن طريق الآلة الحاسبة، حولها ريح لك بدل ما تضل تدخلها على الآلة الحاسبة. تعلمنا كيف طريقة تدخيلها على عن طريق يعني نكتب الرقم، يعني 9 نكتب عليها نكتب على الآلة الحاسبة، بعدين 15 نحط على الآلة الحاسبة نفسها. تمام، دي تساوي قيمة دي عندي تساوي 55.5 متر. طب هاي وجدنا دي، احسب في 1 وفي 2. ليش حسبت في 1 وفي 2 مع انه طالب مني دي؟ بدي منسوب، فانا بحتاج في 1 وفي 2. اذا في 1 تساوي
دي قيمة دي قديش؟ 55.5 ضرب تاني الزاوية الأصغر اللي هي 9 15 30. في واحد تساوي 9.047 متر، في اثنين تساوي دي 5 5.5 ضرب تاني الأكبر 11 4 5 10، في اثنين قيمتها تساوي 11.547 متر. طيب هسه بدي ار ال اي، ار ال بي تساوي ار ال اي زائد اي. طيب نيجي نشوف كيف نفهم تبعت الاي زائد ارتفاع. انا بدي النقطة بي، تمام، ار ال اي زائد اي انا صرت تان، تمام، ار ال اي هاي منشوب اي زائد اي صرت هن. طيب زائد في واحد انا صرت هن، ناقص اتش واحد انا صرت هن، هيك انتهى حلي. نعيدها، اتش اي كنت انا ها منشوبي، زدت عليها اي صرت هن، امشي بداية في، امشي في معها انا صرت بداية اتش، اتش واحد ناقص اتش واحد هاي بي. هاي اول طريقة. طب الطريقة الثانية كيف امسيها؟ نفس الاشي، هاي زائد اي وصلت هان، تمام، امشي ضف لها في اثنين ها صرت هان، نقص منها اتش اثنين صرت عند هاي النقطة، تمام. اذا زائد في واحد ناقص اتش واحد، ومنه ار بي معطيني اياها هو 1.25.932 تساوي ار ال اي زائد 1.45 زائد في واحد، انتبه في واحد اللي هي 9.047 ناقص واحد ناقص ايش؟ ناقص اتش واحد، هاي اتش واحد 1 متر، ويساوي ار ال اي تساوي هاي ار ال اي تساوي 116.435 متر. شيك حلك زاوية ارتفاع، إذا هاي لازم تكون أقل، هاي هيك، هاي هاي أعلى لازم تكون، إذا ار ال بي أعلى عندي من هاي، تمام. هاي بالنسبة لزاوية ارتفاع، هاي بالنسبة لي لزاوية ارتفاع. نيجي لزاويتين ارتفاع، نيجي لزاويتين انخفاض. نيجي نشوف هذا السؤال، سؤال سنوات. قال لي السؤال أوجد ار ال بي ودي اي بي، تمام. قال لي وين موقع الجهاز؟ عند اي. وين بدي ارصد موقع المسطرة؟ عند بي. زاويتين سالب سالب، اذا زاويتين انخفاض، الشعر الوسطى الاولى هاي العليا والسفلى وار ال اي ومعطيني اي. طيب بداية البروسيجر حل، حكينا اول اشي حدد اتش واحد، اتش اثنين متر، كان بدي بطلع منهن اس، اس تساوي اتش 2 ناقص اتش 1 3.123 ناقص 1.241، ومنه هاي راح تساوي كم القيمة المعطاة عندي؟ راح تكون عندي ناقص 241، راح يطلع الجواب عندي 1.882 متر. طيب وقفنا، حكينا بعدين بطلع دي، دي اي بي تساوي اس على تان الأكبر، أي أكبر؟ سالب سالب، ما بهمني السالب أنا، أنا بعرف إنه السالب إيش؟ السالب باخذ الرقم كقيمة مطلقة، باخذ الزاوية كقيمة مطلقة، ما بهمني سالب ولا موجب، بعرف إنه السالب خلص دل علي إنه زاوية انخفاض بس، فأي أي أي واحد أكبر؟ هاي الأكبر، ما بهمني السالب أنا، همني بس إنه السالب بدلني زاوية انخفاض، في 9 في 30 ناقص تان 800 منه دي اي بي، هاي اس كم قيمتها؟ 1.882، دي اي بي 70.22 متر. هاي خلصنا. طيب نيجي لموضوع ايش هسه؟ الار ال، حكينا ما بقدر اطلع ار ال غير لما اطلع في،
إذا في واحد تساوي دي في تان الأصغر، في اثنين تساوي دي في تان الأكبر، ويساوي 70.22 في تان الأصغر 8، 70.22 في تان الأكبر 39، ويساوي في اثنين تمام. نيجي ننتبه هذا بس، هاي في اثنين، هاي في اثنين كانت مرتبطة عندي مع الزاوية الأصغر، في واحد مرتبطة مع الزاوية الأكبر، فنحن أخطأنا هذا الغلط. الرسمة هاي في اثنين حكينا دائما مرتبطة مع القراءة الأكبر، والقراءة الأكبر وين كانت؟ مرتبطة مع هاي الزاوية. نوضح، هاي هيك، هاي أصغر، هاي أصغر قراءة، هاي أكبر كقراءة، كقراءة، فإذا المسافة من هان لها لخط النظر هي في اثنين، مادام هاي قراءة أكبر. تمام؟ قراءة أصغر هاي القراءة الأصغر راح تكون هاي المسافة من هان لهان في اثنين، هاي مرتبطة مع الزاوية الأصغر. مرتبطة مع الزاوية الأصغر هي في اثنين، بشوف أنا مع أي زاوية مرتبطة، فهي القراءة الأكبر مع الزاوية الأصغر تعطيني في اثنين، هاي في زوايا الانخفاض، فهنا راح تبدل، راح نبدل فقط إيش، هنا راح تصير في اثنين وهنا في واحد. نوضح ليش في واحد، هاي في واحد صح؟ هاي من هان لهان، هاي في واحد مرتبطة مع أي زاوية؟ هاي كاملة مع الزاوية الكبيرة، في اثنين هيا ما تطلع الزاوية الصغيرة فقط. تمام، جابها راح يطلع معي 9.869، وها راح يطلع معي 11.751 متر. طيب منه R L A B تساوي R L A زائد I. طيب نيجي نشوف هسه ايش نسوي، R L A زدت لها I صرت هان، تمام صرت هان، هاي هان صرت هان، نقصت منها في واحد صرت هان صح، نقصت منها اتش واحد صرت هان. تمام، او باجي بحكي حكينا هاي اول وحده ناقص في واحد ناقص اتش واحد هاي اي زائد. طيب او الثانيه ايش باجي بحكي، بحكي ار ال اي زائد اي صرت هان صح، هاي هان نقص منها في اثنين صرت هان، نقص منها اتش اثنين صرت هان، اذا او زائد اي ناقص في اثنين ناقص اتش اثنين زي اللي بدك اياه، ناقص في واحد ناقص اتش واحد احنا بدنا، ومنه هاي تساوي ار ال اي مقدارها 3.25.9 زائد اي مقدارها 1.65 ناقص في واحد 11.751 ناقص اتش واحد هي مقدارها 1.241، ار ال بي تساوي 9.4 3 1.3.948 متر. تمام، طيب في عندنا خطأ بسيط في زوايا الانخفاض نوضحها بس عشان بلشنا نخربط في زوايا الانخفاض. زوايا الانخفاض القيمة الأكبر القراءة الأكبر هي اتش واحد، هي اتش واحد لا تمام الاتش تمام، اسف، القيمة الأكبر في واحد بتكون أصغر،
في واحد اس بتكون اكبر وفي اثنين بتكون اصغر. في زوايا الانخفاض هاي بتكون اصغر كقيمه، هاي بتكون اكبر كقيمه. هاي وضحناها هان احنا، هاي في وفي في اثنين مرتبطه مع القراءه الاكبر مع الزاويه الاصغر، هاي في واحد مرتبطه مع الزاويه الاكبر مع ايش القراءه كاصغر. كيف قراءه اصغر؟ قصدي قراءه اصغر، هاي المسطره تدريجها بيكون مثلا 1 متر 2 متر 3 متر 4 متر، فهاي قراءه اكبر وهاي هيك قراءه اصغر. هذا المعنى قراءه اكبر قراءه اصغر. نيجي لاخر فكره في هذا الموضوع وهو زاويتين، زاويه ارتفاع وزاويه انخفاض. زاويتين، زاويه ارتفاع وزاويه انخفاض، نوضحها. هاي زاوية ارتفاع، هاي خط النظر الأفقي، هاي زاوية ارتفاع وهاي زاوية انخفاض. طيب من القراءة هان للنقطة هاي، هاي كلها اتش اثنين. القراءة من هان لهان هاي كلها اتش واحد. في واحد من في واحد من هان من خط النظر الأفقي ل الشعيرة، قراءة الشعيرة هاي، هاي في واحد، في اثنين من خط النظر الأفقي لقراءة الشعيرة الثانية هان. تمام، نفس الاشي ما فرقت عندي، حكينا هاي القراءة، دائما القراءة من القراءة للنقطة اتش، من القراءة للنقطة اتش، من خط النظر للنقطة، من خط النظر الأفقي للقراءة في، من خط النظر الأفقي للقراءة في. تمام، قوانينها شو راح يفرق؟ طلع شو الفرق عندي؟ اتش نفس الاشي 2 ناقص 1، دي تساوي اس على تان، هذا الفرق عندي فقط في الزائد. هاي الفرق عندي في القوانين، هيك تسهيل حفظ القوانين. إذا هان ارتفاع أو انخفاض سالب، هان عندي زاويتين ارتفاع وانخفاض، هان بكون موجب. تمام، نيجي نحل السؤال. سؤال سنوات بيقول ضبط جهاز على ارتفاع اي مقداره 1.35 فوق محطة سي ذات المنسوب. إذا أعطاني منسوب المحطة احسب المسافة الأفقية سيدي، معطيني القوانين. طيب أول إشي حكينا مجد اتش، اتش واحد تساوي 0.947 هي القراءة الأصغر، هي اتش واحد. اتش اثنين هي القراءة الأكبر، هي 3.856 متر. طيب ومنه اس تساوي 3.856 ناقص 0.947 ويساوي من هذا الحكي، هذا عندي راح تساوي 2.909 متر. هاي وجدنا قيمة اس. بعد الاس ايش بجد؟ بدي اجد قيمة دي تساوي اس، مقدار اس 2.909 على تان الزاوية الأكبر 3 زائد تان الزاوية الأصغر 2. ما راح تفرق عندي، ليش؟ ما راح تفرق عندي، والسبب في ذلك إنه زائد، يعني أكبر الأصغر زائد، أما هنا الناقص بفرق عندي الطرح، أما هنا زائد ما راح تفرق عندي كان أكبر أو أصغر. تمام، ومنه هنا دي راح تساوي مقدار دي عندي راح يساوي 33.31 متر. بوينت 3.1 متر. تمام، نيجي هنا عندي بجد في واحد وفي اثنين، ليش اوجدهن؟ عشان اوجد المنسوب. طب في واحد ايش يساوي؟ دي في تان الزاوية اللي له، هاي في واحد، هاي في واحد حكينا من هان لهان في واحد، في تان الزاوية اثنين تبعته، في اثنين دي في تان الزاوية هي، هاي في اثنين حكينا، هاي من هلهن، اسف هي في اثنين، في واحد من هلهن لعند القراءة، هاي من القراءة لا خط نظر افقي، هي في الزاوية له ثلاث، ويساوي ثلاثة ثلاثة في تان اثنين، ويساوي هان عندي في واحد واحد بنت واحد ستة ثلاث متر، في اثنين تساوي ثلاث ثلاث بنت ثلاث واحد في تان ثلاث درجات، ويساوي 1.746 متر. تمام، هاي جت في واحد أوجدت في اثنين، دا جت R L للنقطة D وهي تساوي R L A زائد I، هاي صورة هان. تمام، باجي بحكي هيك، امشي هيك هان، نقص في اثنين في واحد ناقص H واحد،
ناقص في واحد ناقص اتش واحد، تمام، او ار ال اي زائد اي، بعد بحكي زائد في في اثنين، هاي زائد في اثنين صورت هان صح، ناقص اتش اثنين، هاي اتش اثنين كامل من هان لهان اتش اثنين، ناقص اتش اثنين راح يطلع معي الجواب لو عوضناها تصير معي 9.5.418 زائد 1.53 ناقص في واحد 1.163 ناقص اتش واحد اللي مقدارها 0.947 راح يطلع معي ار ال دي، هاي سي اسف هاي سي، تساوي 9.4.838 متر. هيك بنكون خلصنا موضوع طريقة الظلال، موضوع بسيط يعني ما تعمقنا فيه كثير وما حاولت أبين فيه كثير عشان ما نضيع وقت، موضوعه نفس موضوع شعارات الاستاديا، فرق قوانين لا غير. يعطيكم العافية.